صباح الخيرات عن جديد. رح نبدأ بأولى فقرات حلقتنا لليوم. الطفل من أول ما يبدأ يوعى ويتفاعل مع محيطه بيكون الأب هو القدوة الأولى بالنسبة له والبطل بنظره، دائما بيحاول أنه يقلده بكل تصرفاته وسلوكياته، وأول ما ينسأل عن أحلامه بيكون جوابه غالبا بدي يصير مثل بابا. طبعا هذا الشيء ما بيقتصر على الصبيان، كمان البنات بتكون علاقتهم كتير قوية مع الأب وإلها خصوصية، يعني مثل ما بيقولوا كل فتاة بأبيها معجبة. تماما، بيكون فارس أحلامها بزمن مراهقتها عم ترسمه بطباع وسلوكيات وحتى الشكل الخارجي لوالدها. هذا الموضوع من الطبيعي إنه يحمل الأب مسؤولية كتير كبيرة، لأنه أي خطأ أو أي صفة سلبية أو أي تعنيف لفظي أو حتى جسدي ممكن يمارسها أي أب داخل أسرته تنعكس سلباً على الأطفال. فهذا الموضوع بحاجة لكتير دراية وكتير عناية، ويمكن أنه يشكل خيبة أمل بالشخص يلي الطفل اعتبره قدوة وبطل بحياته. كرمال هيك اليوم حبينا نخصص فقرتنا الاجتماعية لنحكي عن أهم النصائح يلي ممكن تساعد الأب يحافظ على صورة البطل بنظر أطفاله، والاختصاصية الاجتماعية الأستاذة غدران نجم صارت موجودة معنا لتجاوبنا عن كل تساؤلاتنا. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخيرات أستاذة، أهلا وسهلا فيك معنا. لليوم عم نحكي عن موضوع فعليا بالواقع هو جدا مهم، يمكن في كتير أهالي ما بينتبهوا له، ما بينتبهوا لهذا التفصيل، لكن هو شيء كتير مهم. للأسف بهي الظروف وحتى بغير ظروف الأب كتير من الأحيان بيكون غايب عن البيت، يمكن يكون دوامه لساعات طويلة بالنهار، بيوصل على البيت بيكونوا الأولاد ناموا وخلص نهارهم، أو ممكن يكون هو مسافر بيسافر لفترات طويلة أو شغله بغير محافظة، بيكون حضور الأب بعيد عن البيت، ولكن هو بالواقع له أهمية كتير كبيرة. خلينا نحكي عن أهمية حضور الأب بالبيت وبين أطفاله. تمام. هلأ بالمقدمة الكتير جميلة اللي أنتوا ذكرتوها، حقيقة وجود الأب بحياة أطفاله كانوا سواء صبيان أو بنات هو اللي بيعطي الصورة عن الرجال في المجتمع، يعني هو أول صورة بالنسبة لهم ومعرفة شو يعني رجل في المجتمع، شو يعني ذكر، يعني هي الصورة اللي عندهم هي اللي بتتكون تجاه هذا الشخص. فطبعا هو وجوده أكيد مهم. هلأ مثل ما حكيتي هي يمكن ظروف الحياة أحيانا بتخليه بعيد عن عائلته، لكن خلينا نقول أحيانا تقطير وتحجيم دوره بأنه أنت بس بتجيب المصاري أو بس أنت بتعمل لقمة العيش مثل ما بيقوله أو بتأمننا مستقبلنا، هذا دورك. ممكن يكون هذا الشيء لأنه المجتمع أثره بهذا الشيء بهذا الدور، ممكن يكون لأنه الأم خلينا نقول قالت له ترك لي ترباية الأولاد لإلي فتنازل عن هذا الشيء، وممكن يكون لأنه هو جاهل بأهمية دوره. هلأ نحن ما رح نحكي عن باقي القصص، رح أحكي عن فكرة أنه هو يكون جاهل بأهمية دوره، لأنه باقي القصص هي أصلاً مجتمعية ممكن تتغير. تمام. دوره جداً غاية في الأهمية، يعني الطفل سواء كان صبي أو بنت بيخلقوا متوازنين نفسياً لما يكون فيه القطبين تبع التربية اللي هن الأب والأم. خلينا نقول أنه الأب مثل ما بنحكي بالعامي هو عمود البيت، خلينا نقول تقريبا هو عمود الخيمة، كيف الخيمة في إلها عمود بالمنتصف هو بيثبتها، هو تماما هذا العمود. أي عمود تاني بالخيمة بينزل فهو مو مشكلة، صعوبة منتحداها، بس اللي بالنص بتنهار الخيمة تماما. صحيح. فبصراحة ما مقبول يكون دوره مجرد أنه هو يأمن مستقبل الأطفال وبس، لا هو دوره أعمق بهيك من كتير. طبعا أكيد موضوع تأمين المستقبل شيء أساسي، لكن تقديم الدعم النفسي لأطفاله هذا جدا جدا محوري. بقول كلمة تقديم دعم نفسي، يعني أنت أول حدا عم تعطي لأطفاله فالك فكرة شو هذا هو المجتمع برا، انت اللي عم تعطيهم القيم، انت اللي عم تكون الحماية، الأمان، الرعاية، السلطة داخل البيت، انت هذا هو الشيء الأساسي. لما كنتوا عم تحكوا انه الأب هو بطل بحياة الأطفال، بصراحة شو ما كان أبي هو بطل، يعني ما المطلوب منه يكون هو سوبر هيرو، هو المطلوب منه يقوم بدوره وبالفعل هدول الأطفال يربيهم بالطريقة اللي لازم يتربوا فيها، يكونوا جاهزين فيها للمجتمع، وفعلا هو بيكون هيك بهي الطريقة بطل. طبعا مهم كتير يشجعهم، مهم بيكون معهم بأغلب التفاصيل، يعني الناس بتفكر إنه إذا كان الشغل كتير طويل تبعه وبيرجع بيلاقي أولاده نايمين فهو ما بيقدر يكون معهم، لا، في بعض التفاصيل البسيطة حضوره معهم بتكفي. طبعا. يمكن علاقته بأطفاله بتبلش من وقت بيكونوا صغار، من اللحظة اللي بيمسك الطفل فيها وبيعمل له هوبا
وبيطلعوا لفوق وبينزلوا هي هذا او بينزلوا معه على الحاره او بياخذوا معه مشوار او حتى بيعملوا هيك بخدوده. على فكره هي المشاهد البسيطه من هون بتبلش بتخلق العلاقه بين الاب وبين الاطفال، ويمكن بيعيش الطفل شيء بيشبه الخوف والامان بنفس اللحظه، فبيدرك تماما انه دائره الامان تبعي هي هذا هو ابي. تمام. يعني فما بيقدر حدا ما لم يكون جنب ابوه. تمام. بس اسمحي لي هيك وجه تعزية لكل حدا فقد والده خلال هاي الأزمة السورية، إن كان شهيد، إن كان من رجال الجيش العربي السوري، إن كان يعني بسبب معين هيك انتقلت روحه للسماء، فالله يرحم الجميع. وبعرف قديش هاي الفقرة بتحز بنفس كل حدا عم يعيش هيك حالة من فقدان الأب، فالرحمة لأرواحهم. نرجع لمحور حديثنا، في أبهات موجودين على قيد الحياة ولكن ليسوا موجودين في الأسرة. عم تعرفي كتير منيح أستاذة شو عم بقصد. قديش اليوم غياب شخصية الأب وجودياً وهيك فكرياً وإدارياً وسلطوياً بالأسرة بيعمل شرخ بنفسية الطفل؟ جداً، وأثره سلبي جداً للأسف. يمكن لما حضرتك هلأ حكيت عن موضوع آباء الشهداء والآباء اللي ممكن يكونوا انتقلوا لرحمة رب العالمين، كتير كان مهم أنه نربط القصص مع بعض. ما في حدا بياخذ دور الأب، يعني حتى الأم اللي بتكون عم تربي أطفالها بغياب زوجها لأي سبب من الأسباب، ومن بيناتهم الوفاة وقد يكون السفر، ما بتقدر تأخذ دور أو الطلاق أو أي شيء. تمام. ما حدا بياخذ دوره، حتى دائما نحن بنقول لهم أنت ما مطلوب منك أنك تأخذي دور الأب، أنت فقط قومي بدورك، لأنه هذا الدور فعلا هو منوط فيه لحاله. أنا سبق وقلت لك أستاذ ورد، هو الأب هو الحماية، هو الأمان، هو الرعاية، هو السلطة، والطفل بحاجة لسلطة سواء بمرحلة الطفولة أو بمرحلة المراهقة، هو بحاجة للتوعية. مين حيكون اللي عم يعطي الصورة الصح لطفله أكثر من الأب؟ طيب ولما بتكون ماما هي المسيطرة، هي اللي ماشية البيت، أنا هون هو زوج الست بصراحة، خليني أقولها بلهجتنا للأسف العامية. للأسف يعني هذا الشيء أنا عم بخلق أو عم بغلق بدائرة واحدة، لأنه هو هدول الأطفال نفسهم حيكونوا فيما بعد أسر. فتخيلي إذا أنا صورة أبي عندي ما إلى وجود، شو حتكون بكرة طريقة تعاملي مع زوجي ومع أطفالي؟ لما بيدرك كل أب وكل أم خطورة الموقف اللي هو فيه والدور اللي هو فيه، أكيد الأمور بتتغير. هو مسؤول مثل ما حكينا يشجعهم، مسؤول إنه يدعمهم، مسؤول يشاركهم بأنشطتهم. هلأ طول الوقت منسمع عملت عيد ميلاد ابنه مثلا بالروضة لابنه، على سبيل المثال راحت الأم عن نادي بدها تودي الولد، راحت الأم، طلبوا ولي أمر داخل المدرسة، راحت الأم، في ورقة معينة مثلا الأب طول الوقت بشغله، راحت الأم. طب الأب وين دوره؟ فقط هو اللي بيجيب المصاري؟ للأسف هذا الموضوع بوجه رسالة تربوية خاطئة، خاصة أنه أغلبية الآباء يلي حنقول عندهم شعور بالمسؤولية بيعودوا عن غيابهم الطويل ماديا بالبذخ المادي، فكأنهم عم يقولوا لأطفالهم أوكي هي مصاري بدل غيابي. أنت شو عم تخلق من طفلك؟ شو الرسالة التربوية اللي عم تقدم له إياها؟ ضمة واحدة من الطفل يعني من الأب لطفله أو جلسة معه لحتى يحكي معه بأمور الحياة هي كافية لأنه تجعله حدا متوازن، حتى بالفترة اللي بينتقلوا فيها من مرحلة الطفولة للمراهقة ومعرفة الجنس الآخر، تطور شخص الطفل أو حتى الطفلة لحتى يكونوا يعني امرأة ورجل فيما بعد، مهم كتير يكون الأب حاضر، مهم كتير يفتح معهم هاي المواضيع بالتفاصيل. يمكن نسمع كتير عن ظواهر العلاقة بأنه طفل بيدخن وهو مراهق، هذا الموضوع بصراحة أنا بشوف الأساسي بحله وأنه يحط الطفل على الطريق الصحيح هو الأب، لأنه طبعاً لما بيكون في هذا الحوار الهادئ بين الطفل وبين الـ الأب هو اللي بيخليه يتعلم المسؤولية، ما حيقدر يتعلم المسؤولية من الأم لحالة. يمكن نحن مثل ما سبق وحكينا الضمة اللي بيقدمها هي اللي بتعطيه الأمان، هي على فكرة أهم بكتير من ضمة الأم. ضمة الأم يمكن بتعطي العاطفة، بتعطي شعور كتير جميل، لكن الأمان هو أساسي. لا يمكن أي حدا فينا نحن هلأ ككبار يؤدي أي عمل بالنسبة له إذا مو شاعر بالأمان. بنسمع كتير بالعامي كلمة إنه وفاته كسر الظهري، هو فعلا هي عم تحكي أو هو عم يحكي شعور حقيقي، لأنه فعلا هو كان الظهر كان السند، لأنه هو مسؤول عن سند هدول الأشخاص، مسؤول إنه يكمل يعني يكون الحاجز بالنسبة لهم. حتى لما بيخطأ الطفل كتير مهم يكون موجود الأب لحتى يقول له أنا معك إن أخطأت ولا أصبت، لكن خلينا نفتش أنا وياك شو هي الأشياء اللي لها علاقة بالخطأ، ليش هيك وصلت، كرمال شو هون أنت وصلت. كتير ناس بتقول إنه هذا الحوار بين الأطفال وبين أهاليهم هو يلا هات إيدك والحقني أو فزلك أو ما في داعي، بس هو جدا مهم، هو اللي ببلور الشخصية الخاصة بهذا الطفل. لهيك بتشوفوا في أشخاص يعني هلأ مثل الناضجين والكبار هنا أشخاص كتير متوازنين، أخذين الحب والعاطفة من الأب والأم بطريقة غير مشروطة، بعيدا عن أنه مو لأنه أنت شاطر بالمدرسة ولا لأنه أنت حلو ولا لأنه أنت بتذكرني بأخي ولا بأبي، لا لأنه أنت ابني، لأنه ما حدا حيفكر فيك غيري، لأنه مثل ما بنسمع بالعامي
أنا ما بقبل وما بتمنى يكون حدا أحسن مني غير ابني. فلحالة هي الفكرة المفروض تكون دافع لأني أنا أكون موجودة بكل مفاصل حياة طفلي. تمام. قديش حلو هذا الحديث أستاذة غدران. يعني كل شخص بالعائلة، كل فرد بالعائلة، إن كان الأم أو الأب أو حتى باقي الأفراد الأسرة، هو له دوره وما حدا بيعوض محل أكيد. حدا. طيب بلحظة من اللحظات الأم وقت تكون هي موجودة لحالة بالمنزل نتيجة ضغوطات الحياة، مجبر أخاك لا بطل طبعاً. لازم هي تعزز دور الأب يمكن وصورة الأب البطل بمخيلة أطفالها. يعني مو هي بالعكس تجر الموضوع لطرفها أنه أنا بين بس أنا اللي عم بعمل، بس أنا اللي عم بساوي، أبوكم بس بيجيب لنا مصاري. لا بالعكس، الدور الإيجابي وصورة الأب هي الحلوة اللي لازم تزرعها بأولادها. هي مسؤولة، كيف ممكن تعززها لهي الصورة؟ هي مسؤولة عن هذا الشيء. يعني أنا بعرف أنه في شيء معين موجود عن طفلي مهم كتير حضور أبوه فيه، ولأي سبب من الأسباب كان مو موجود، كتير مهم أني أخلق عذر مقنع جدا امام الاطفال، وننتبه كثير لان الاطفال كثير اذكياء، يعني بينتبهوا تماما شو عم نحكي نحن. فكثير مهم انه انا اقول له لا بابا انه كان جا عباله يحضر او حاول يحضر لكن جد عنده ظرف على سبيل المثال، او خلينا نقول لك بابا شو جاب لك، طلع على شغله وما نسي هالشغله يترك لك اياها، حتى لو كانت اشياء بسيطه يا جماعه. انا ما عم بحكي على اشياء بهست الثمن مثلا او لا، ممكن تكون القصه بسكره، ممكن تكون بقصه بقلم هو نسي، بدفتر كان بده اياه، بفكره معينه، لعبه بسيطه. بس انا مهم كأم اني اعزز هذا الشيء حتى لما يرتكبوا اطفالي اخطاء. مهم كثير انه انا اقول له لا انتبه، انا هيك بدي اطرحت بابا بالصوره. هو طبعا اوريدي هي لازم تكون حاططه بصوره كل شيء، هذا الكلام صحي، تعزيز صوره الاب تمام. بعيون اطفاله تمام، كسلطه. نحن لما بنقول سلطه يعني عم بحكي عن حزم، انا عم بحكي عن تربيه، انا ما عم بحكي عن قسوه، انا ماني مع الضرب ابدا، خاصه اذا الطفل كان مراهق. لكن وجوده كاب داخل العائله موجوده طبعاً. عند الاب وهي مهمه، وهو بقى لما يجي في هي الكاريزما وهي الهاله اللي بتلحقه لهذا الهب الاب، وهو فايت ليحكي هو وطفله تمام. فكتير مهم انه داركنا الوقت والحديث لا يمل منه أكيد. ابدا ابدا، ولنا لقاءات قادمه. بس بدي اختم بشغله استاذ غدران، فما بالك بالاب يلي عامل بعبع لاطفاله لا. ما بالك بالاب اللي يلا قربت جيت بابا روحوا لغرفكم عدوا بغرفكم ما بالك بالاب اللي ما بيصير يقعدوا اطفاله معه على السفره لانه سي السيد بيتضايق، الاب اللي ما بيصير ينحكى كلمه هذا ما اسمه اب اختصار. لما كل هاي الامثله بس هذا مكرسه بمجتمعاتنا وموجوده، انه الاب جنه والام بنه، انا بجيب لك مصاري انت عدي ربي الاولاد، اما شو درست شو كتبت قديش حصلت قديش جمعت. والله في انا ابهات بعرفهم ما بيعرف ابنه باي صف صار من كثرة الاولاد ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. للاسف حضراتكم حكيتوا بالبدايه قديش هو بالنسبه له هذا الشيء مهم، كيف بيقلد ابوه صح. كتير مهم الأب يقدم أي صورة لإله بالسلوك مو بالمحاضرة. فتخيل أنت إذا أنا عم فهم ابني أنه أنا بس إجي الكل لازم يخاف مني، وين الأمان اللي المفروض يكون عم يقدم لي والحماية؟ هو سندي فلا تمام. بالعكس أكيد الحكي لعنكم. شكراً لوجودك معنا، ونتمنى هيك بيئة أسرية سليمة ومتوازنة بكل عائلاتنا السورية. أهلا وسهلا فيك. شكراً لحديثك الجميل أستاذ غدران.